مساء الخير. عم تستعد الفلبين لمواجهة أعصار ترامي، ومن المتوقع أنه يؤدي لمزيد من الانهيارات الأرضية، وذلك بعد أسبوع من هبوب أعصار سابق أسفر عن وفاة 150 شخص وطمر آلاف المنازل وتشريد مئات آلاف السكان خارج منازلهم، وهبوب رياح تخطت 150 كيلومتر بالساعة. بالعودة إلى طقسنا، خريفة مستقر عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة لتتخطى مع السنوية السبت والأحد، خاصة بالمناطق الجبلية مع انخفاض نسبة الرطوبة بسبب وصول كتل هوائية دافية عم بتأثر على منطقتنا وبتنحسر التنين المقبل. الحرارة مرتفعة، الرطوبة عادية، البحر متوسط الموج وحرارة مياهه 28 درجة. الليلة طقسنا غائم جزئيا مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة، خاصة على الجبال الجنوبية وغطيتها قوية على الجبال بفترة المساء. لبكرة السبت طقسنا غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، واللي رح تتخطى معدلات مثل هالوقت من السنة، وتكون ضباب كثيف على المرتفعات خلال الليل. نسبة تساقط الأمطار بزحلة من أيلول حتى اليوم 507 ملليمتر، السنة الماضية 568، والمعدل العام السنوي 627. نبقى بجولة على درجات الحرارة اللي راح تسجل الليلة على الساحل 27، على المرتفعات 23، بالبقاع 14، والأرز 11. نبقى بجولة تانية على درجات الحرارة اللي راح تسجل لبكرة ببعض المناطق اللبنانية مثل السرار 30 والتل 32، اهدن 22 درجة، عرسال 33، فقرة 23، بعبدة 32 درجة، المختارة 28، والخيام 29 درجة. الرطوبة بتتراوح بين 55 و75%، حرارة سطح الماء 28 درجة، وسرعة الرياح بتتراوح بين 15 و35 كيلومتر بالساعة. الرياح عم تكون شمالية غربية نهارا لشمالية شرقية ليلا. كيف رح يكون طقسنا لبكرة واليومين يلي جايين؟ نهار السبت بتتراوح بين 27 و32 درجة، الأحد بين 28 و33، والتنين بين 26 و31. نبقى بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. بغداد بين 22 و41، تونس بين 18 و26 درجة، وبرلين بين 8 و16 درجة. وهون ممكن وصلنا لنهاية نشرتنا الجوية.